لليوم الثاني على التوالي بتتواصل جلسات الحوار الوطني زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في البداية. هذا الحوار اللي دعا إليه في شهر إبريل من العام الماضي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة كافة القوى السياسية ومناقشة كل الملفات والقضايا التي تشغل بال المصريين. وأعتقد بأنه السيد الرئيس لما دعا لهذا الحوار أعتقد أنه كان يتمنى بأنه قضايانا المختلفة واللي بتشغل بال الناس واللي على ألسنة الناس أنها تكون يعني في شكل حوار وناخد وندي مع بعض. ولما بتسمع كلمة حوار بتعرف أنه الحوار بيؤدي إلى نتيجة، كلما نتحاور بشكل منطقي وعلمي نصل إلى نتيجة نتفق عليها جميعا بإذن الله. الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع وعضو لجنة الحوار الوطني الحقيقة هو ضيفي، وهي فرصة أيضا أن احنا نتحاور معاه في الكثير من القضايا اللي طرحت والكثير من القضايا والموضوعات اللي هتكون موجودة في الحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خلينا نقول كده، عايزين نحط عناوين سريعة، يعني عايزين نحط مثلا عنوان للجلسات اللي بدأت، الجلسات الثانية يعني المنتدى الثاني للحوار الوطني، ونقول كيف جاءت بقى هذه. هو الحقيقة الجلسة الافتتاحية اللي كانت موجودة امبارح كانت مبشرة جدا، لأنه كان فيها حضور واسع، أطياف مختلفة من اليسار لليمين للوسط، قوة سياسية وقوة اجتماعية وقوة أهلية. أعتقد هذا الحضور بيؤكد الجدية في أنه الناس لديها رغبة في الحوار وفي مناقشة القضايا المختلفة وطرحها. وإحنا عارفين أنه على مدى السنة اللي فاتت منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود الرئيس الحقيقة الدعوة بيدي ضمانة، لأنه تفعيل لجنة العفو الرئاسي في الدولة قدمت خطوات مهمة، في استجابة اتعمل مؤتمر الاقتصادي بجانب المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، في استجابة لإشراف القضاء على الانتخابات اللي هينتهي في أول يناير مفترض وعادة وتمت الاستجابة ليه، في قضايا كثيرة. الحقيقة أنه المنسق العام الدكتور ديار رشوان قال كلام مهم امبارح، فكرة أنه احنا بلورنا عدد كبير جدا وفي طلبات كتيرة ومحاور كتيرة، والأمين العام هو بيستعرض أنه حجم ما تم تقديمه، انه ربما المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي وجدوا طلبات اكثر واهميه اكثر من المحور السياسي الذي قد يبدو البعض انه طبع. لديهم رغبه فيه. وهذا الحضور باطيافه المختلفه وناس كثيره في البدايه تعاملت مع الموضوع ربما بقبول او بتحفظ او غيره، اعتقد هذا الحضور الكثيف بيكشف رغبه وجديه من الاطراف المختلفه في انها تشارك وتتحاور، زي ما انت اشرت في الاول انه أهم حاجة الحوار، وأنه الدولة النهاردة لديها درجة كبيرة جدا من اللياقة السياسية بعد انتهاء الإرهاب، بعد انتهاء قضايا مختلفة وتحديات مختلفة ربما رتبتها السنوات اللي تالت 30 يونيو، وكانت سنوات صعبة بالفعل، ومصر واجهت يعني تحديات كبيرة. فاحنا بنتكلم على النهاردة في رسم خارطة المستقبل، بناء أفكار يمكن البناء عليها، وأنه ممكن يبقى فيه اختلاف وتنوع في المجتمع بتفاصيل مختلفة. بعض الناس في البداية شككوا في أنه الأمر ممكن ما يبقاش جاد، الحقيقة حتى الآن الكلام اللي اتقال والكلام اتقال في الجلسة الافتتاحية سواء كلمة المنسق العام أو الأمين العام المستشار محمود فوزي أو حتى كمان كلمة السيد عمرو موسى كانت بتؤكد ده، بتؤكد أنه في كل القضايا مطروحة ولا يوجد أسقف للنقاش، وكل الأطراف مدعوة لأنها تشارك وتبحث عن بدائل لما تطرحه، لأنه تجربة السنوات العشرة أو الاثناشر اللي فاتت أثبتت أنه دائما في فرق بين الكلام النظري وبين التنفيذ، لكن وجود كل الآراء بدل ما كل واحد بيتكلم لوحده صحيح. كل الآراء مطروحة، يبقى كل طرف أولا عنده استعداد يقدم أفكاره، في نفس الوقت عنده الاستعداد لتقبل الرأي الآخر اللي ممكن يختلف معاه. طيب خلينا نحط بعض المحاور كده على الأرض ونتكلم. هل نقدر نقول إنه كمان
وجود هذا الحوار الوطني، يعني زي ما حضرتك قلت في الجلسة الافتتاحية احنا شفنا عدد من الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان واللي كان ليها دور انها تبقى موجودة في هذا الحوار، واعتقد انه هيديها درجة من انه يكون لها صوت، يعني اللي هو انا حزب بس غير ممثل او يعني لم انجح ان يكون عندي مقعد او مقاعد داخل البرلمان. هل تعتقد بانه هذه الأحزاب بصوتها بتدي برضو امان بانه انت بتفتح الدائرة السياسية اكبر وبدأت ترجع تسمع أصوات تاني بشكل جديد، وإن ده ممكن أيضا ياخدنا إلى يعني عمق أكتر، وإن إحنا نستحمل بعض أكتر، وإن إحنا نفهم بعض أكتر؟ هي دي النقطة الرئيسية في رأيي. أولا يعني في وجود منصات النشر وأدوات التواصل وغيره، لا أحد يستطيع أنه يقول أنه ممنوع من إعلان رأيه. كل حد بيعلن رأيه بالطريقة اللي هو عايزها. على مدى السنوات اللي فاتت زي ما احنا قلنا، بعد 25 يناير وبعد الفترة دي والاختيارات، يعني حتى الاختيارات الخاطئة اللي حصلت جزء من الممارسة الديمقراطية. احنا بنقدرش نكتشف حد، كل حد بيقدم نفسه في السياسة على انه ملاك، احنا بنكتشف بعد كده الاخذ والرد والمواقف. ودي كانت تجربة مهمة جدا وواضحة في الديمقراطية، ودايما احنا بنقول لازم نتعلم من تجربة ال 11 سنة اللي فاتت دي، لانه كل اللي كانوا موجودين دول وكانوا موجودين في وقت هذا الوقت بالتأكيد عدد كبير منهم قرأ أكتر، اطلع أكتر، تفهم أكتر، شاف التغير والتحولات في السياسة، مش بس عندنا تحولات سياسة في العالم كله، أصبحت المنصات والمناقشات واستطلاعات الرأي وغيره كاشفة لهذا الأمر. شفنا الانتخابات الأمريكية في بريطانيا، في البريكزيت، في تغير دولي حتى منذ دعوة الرئيس للحوار، تغير خريطة كاملة للعالم، حتى منذ دعوة الرئيس للحوار للنهاردة، تحولات ضخمة إقليمية ودولية وحروب وصراعات وانعكاسات لأزمة اقتصادية بتحدد ده، بتغير زي ما انت اشرت انه كل الاحزاب اللي موجوده كل حد كان بيكلم نفسه. والفكره ايه؟ ممكن يبقى احنا موضوع زي اولويات التنميه، ما حد بيسال، هو سؤال يجب ان يساله البعض، لكن كمان ممكن حد طرف تاني بيجيب انه احنا بنتكلم كنا 80 مليون في 2011، النهارده بقينا 105 مليون، متوقع نبقى 130 مليون خلال ده في حد ذاته محور مهم جدا. القضيه السكانيه دي والعدد الضخم، احنا عدنا يعني زدنا ما يساوي دولتين عربيتين، يعني دايما انا بقول انه الاشقاء في تونس كانوا 11.5 مليون في 2011، النهارده 11.5 مليون او زادوا قليلا، احنا كنا 80 مليون بقينا 105 مليون. هل ده سؤال محتاج يتكلم في فقه الاولويات وازاي المجتمعات الجديده والمدن الجديده اللي انشئت، هل واحنا بنتكلم هل الكهرباء والطاقه وتامين الطاقه للصناعه والطرق والمحاور والنقل العام والمترو والمونوريل وازاله العشوائيات اللي اشار اليها السيد عمرو موسى والخطاب الديني والتطرف والكراهيه اللي كان موجود، حضرتك قلته في الزياده مرتبط بكل هذا، يعني إيه انت لما تتكلم عن الزياده السكانيه لازم تتكلم كمان عن التعليم والثقافه في التمثيل السياسي. هل التعليم مش مرتبط بانه الحد يعرف حقه ويعرف قواعد حياته ويعرف كذا؟ زي ما احنا بنقول نطرح تجربه زي مبادرات الرئاسيه فيما يتعلق بالقضاء على الكبد الوبائي، فيروس الكبد الوبائي، هل دي كانت ضروره ولا ما كانتش ضروره؟ كانت ضروره جدا، كانت ضروره جدا. العشوائيات وانه يبقى اهلنا عايشين في اماكن غير لائقه لا انسانيا ولا اجتماعيا ولا صحيا، وننقلهم مش لايواء لكن مجتمعات. انا بقول ده مش بفرض رأي بقدر ما دي آراء يمكن الرد بيها على ما يطرح، لأنه احنا مش لازم حد يخاف انه يقول ان انا اسأل، من حق الناس انها تسأل والمواطن يسأل ويجد إجابة في هذا الأمر. والنقطة الرئيسية اللي أشار إليها الرئيس انه الناس تجد إجابات على ده، وده دور الخبراء والسياسيين. وفي النهاية الدولة ليست فقط الحكومة، الدولة هي الكيان الضخم، الشعب والإقليم والسلطة السياسية. هاخد من حضرتك هذه الجملة، الدولة ليست هي فقط الحكومة، أنا دايما بقول الجملة كده عندي، الدولة كمان مش بابا وماما، يعني إحنا عندنا كمان في هذه الدولة مشكلة، عندك جمعيات، عندك جمعيات أهلية، مؤسسات، عندك قطاع خاص، وأعتقد الدولة نادت هذا العام بأنه ده عام القطاع الخاص، وشفنا حتى هذه التجارب في رمضان كتف وكتف الجمعيات الأهلية انضمت مع الدولة. دكتور طلعت، يعني كان عايزين نعرف يعني دور الجمعيات الأهلية ووجودها في يعني مائدة الحوار الوطني، أهم الأشياء اللي كانت حريصة أو تحرص فيها الجمعيات الأهلية على التواجد والحوار فيها، تفضل. وطبعا احنا عندنا في المحور السياسي عدد من القضايا، ويمكن انا كنت اول من طلبت انه ينضم الموضوع الخاص بتنظيم العمل الاهلي
والمجمعيات والمؤسسات الاهليه والتعاونيات والنقابات. يمكن دول في بدايه واحنا بنجهز موضوع جدول الاعمال والموضوعات المطروحه على مائده الحوار الوطني، يمكن ده ما كانش موجود. ويمكن انا طلبته، وطبعا ده كان طلب يعني قوبل باسترحاب شديد من مجلس امناء الحوار الوطني، نظرا لاهميه المجتمع المدني ودوره غايه في الاهميه. فاحنا بنتكلم مثلا على الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي عددها يعني زاد عن 40,000 جمعيه ومؤسسه اهليه موجوده في كل رجوع مصر. وحضرتك قلت نوهت سريعا على ان مثلا في الرئيس اعلن 2022 عام منظمات المجتمع المدني. مظبوط. صدرت ده، وطبعا ده حدث كبير اللي هو التحالف الوطني العام الاهلي التنموي اللي هو يعني تم تشكيله، وبروتوكول تعاون وميثاق بين 24 جمعيه ومؤسسه اهليه والاتحاد العام. ويمكن جمله ما تم انفاقه على المواطنين اكثر احتياجا في صور مختلفه ما يوازي في 10 شهور 14 مليار جنيه، سواء مساعدات نقديه او عينيه او خدمات صحيه او مواد غذائيه او غيرها يعني. فاحنا طبعا كعمل اهلي عندنا قانون بينظم عملنا 179/2019. احنا طبعا بنشارك مشاركه كبيره جدا في خطه الدوله، خطه التنميه الاقتصاديه والتنميه الدوله. واكفي ان اقول رقم بسيط جدا ان احنا بنساهم كمجتمع اهلي في اكثر من 30% من جمله الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين. يعني كل 100 مواطن في مصر بيتعالج منهم 30 في جمعيات اهليه، سواء في مستشفيات اهليه او مراكز طبيه اهليه او عيادات اهليه، وده رقم ليس بقليل. طبعا فضلا عن ذلك في كل مناحي الحياه، في التعليم، في تنميه المجتمع، في حقوق الانسان، في ذوي الاعاقه، في التلوث، البيئه، حفاظ على البيئه. يعني خلينا نقول بانه جمعيات الاهليه بتشارك في كل المحاور. طبعا طبعا يعني هي موجوده على مائده الحوار الوطني بمشاركه في جميع المحاور اللي موجوده في الحوار الوطني. بالظبط كده، وان شاء الله لنا طبعا اراء كبيره جدا، وهنقدم تعديلات اشفاعيه عشان نقوي الجمعيات الاهليه. احنا عندنا شويه مشاكل برضه في قانون 140/2019. يمكن ملخصه ان احنا يعني بنتعامل في موضوع الكهرباء والميه والغاز وعامل السكريات المنزلي، بينما مراكز الشباب والانديه بتتعامل بتخفيض 75%. احنا عندنا يعني عياداتنا ومستشفياتنا بتعاني كثيرا من ارتفاع فواتير الكهرباء وغيرها، واحنا طبعا كائنات غير هادفه للربح. احنا بنساعد الدوله، احنا كائنات فده كده اول طلباتكم في الحوار الوطني. طبعا ايضا برضو الضرائب، احنا بنتعامل في بعض الامور كاننا قطاع خاص زي الضريبه على الدخل والضريبه والقيمه المضافه. احنا كيانات غير هادفه للربح، ما يصحش تحمل عليها ضرائب زي القطاع الخاص. تمام. لان انا ما بكسبش، انا كل مكسبي بديه للناس، كل خدماتي بديها للناس. يعني امور كثيره برضو بالنسبه للنقابات يتم مناقشتها، وعلشان تقدر كمان حضرتك تقدم خدمه بالزبط. اكثر واكثر وتوسع يعني. وتوسع، انا عايز اتوسع، لان يعني الدوله زي ما قلت حضرتك كلمه جميله جدا، الدوله او الحكومه مش بابا وماما. صحيح. لا، الحكومه خلاص بتشيل شيله كبيره، واحنا كمجتمع اهلي وقطاع خاص لابد نتعاون مع الحكومه في حل كثير من المشاكل الكبيره والاعباء. واعتقد كمان انه مش بس الحكومه، الشعب كمان لما بيعرف الجمعيات الأهلية دورها الكبير دلوقتي اللي تغير وبقى واضح جدا، بيبقى هو كمان بيتأمل منها خدمات أكتر. أنا بشكرك جدا دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة الحوار الوطني. هنا أيضا يعني أستاذ أكرم، يعني كمان الجمعيات الأهلية أيضا هي محتاجة للحوار الوطني علشان كمان يتم تحسين أوضاعها، لأنها بتقدم خدمات بالزبط. زي ما اتكلم أولا عن العمل الأهلي والعمل المدني في مصر كان ليه دور مهم جدا في السابق، يمكن جت فترة يمكن تركز في بعض التفاصيل، لكن يمكن حتى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو المؤتمر الأول للمجتمع الأهلي واللي افتتحه السيد الرئيس، أعتقد كان واضح أنه لازم ياخد دور وفرصة، وجزء مهم هو جزء من هذا المجتمع. بالعكس، أما يبقى فيه 50,000 منظمة وجمعية، يمكن التحالف الأهلي كان فكرة هايلة جدا انه بيجمع ويعمل قاعدة معلومات، فالخدمات تروح لأصحابها وللمحتاجين ليها. صحيح. يمكن الدكتور طلعت أشار لبعض الأعباء اللي مترتبة، وكمان الحقيقة مرتبط بده، عشان كده بنقول الحوار متشعب جدا، مش بس في بعض الناس بيروا انه لا ده السياسة، لا اقتصاد، لا الاجتماعي، المحاور دي كلها متصلة ببعضها. لأنه على سبيل المثال إدارة نفسها، يعني دايما الدولة والرئيس بيسرع فكرة ان احنا عاوزين اصلاح اداري واضح وفي رقمنة ونلغي العنصر البشري. يعني النهارده قانون زي المحليات ربما يكون له اولوية،
قانون الإدارة المحلية للانتخابات المحلية، لأنه المحليات في كل دول العالم في الدول الحديثة هي التي تناقش حياة الناس في جزء مهم، ومشكلات كثيرة بتتراكم عندنا، فيعني فساد ومخالفات وغيره. صحيح. اللي تراخيص الاستثمار، سرعة الاستثمار، اللي دايما الرئيس في مبادرات زي ابدأ ومبادرات زي غيره. صحيح. دايما المبادرات الرئاسية بتسرع ده، لكن كمان يبقى في قاعدة، في تشريعات متضاربة، ممكن يبقى في أولويات لده. يعني قانون زي الإدارة المحلية، فيه بعض الناس بيروا الحبس الاحتياطي وتحديد مدته، ده أسير في الجلسة افتتاحية، لكن تظل إنه القضايا المرتبطة بحياة الناس، بالصحة، بالتعليم، بالعشوائيات، بالمبادرات الرئاسية اللي حصلت في الصحة، و100 مليون صحة، وقوائم الانتظار، والتأمين الصحي الشامل اللي احنا بننتظر عقود ولأول مرة في مصر بيجد طريقه للتنفيذ. التفاصيل دائما هي اللي بتبقى مهمة، ودي اللي المفترض انه الحوار الوطني، لانه قد يرى البعض انه حوار سياسي فقط. طبعا الممارسة السياسية وتوسيع المشاركة، زي ما حضرتك قلت انه في احزاب ربما مش ممثلة في برلمان، ممثلة في الحوار الوطني. الحوار الوطني ده يوسع الدايرة اللي احنا بنقول ادارة التنوع. كمان استاذ اكرم، ربما هنا كمان بعد ما حضرتك ذكرت بعد مرور اكثر من 10-11 سنة الان عن ما دار في الاحداث السياسية اللي مرت على مصر فيها، حتى الاحزاب اللي كانت في الاول اعتقد ان هي وجود الحوار الوطني ووجود هذه السنوات ان هي تجدد من دمائها، تجدد من افكارها، هي كمان تتغير للتغير اللي حاصل. يعني مش هينفع حزب انا كنت موجود من سنين مع كل هذه التغيرات انا ماشي بنفس الوتيره. يعني اعتقد دي فرصه. العالم كله بيتغير، الناس تغير، وزي ما حضرتك اشرتي دايما احنا بنقول تجربه السنوات اللي فاتت ليه، لان اللي كان عنده 20 سنه بقى عنده 30، اللي عنده 30 بقى عنده 40، اللي عنده 25 بقى عنده 35 او 37. الطفل اللي كان عنده 10 سنوات بقى 22 سنه وخلص جامعته، بقى شاب بيشتغل معانا في الحوار الوطني. بالظبط. وبالتالي فاذا لم نكن استفدنا، والعالم نفسه تقلب اكثر مره، احنا شايفين في الاقليم، واحنا بنقارن سياساتنا دايما بنقول بنفرد الخريطه ونشوف مصر يعني في مسيره في منطقه مشتعله براميل البارود شمالا. صحيح. وجنوبا وشرقا. صحيح. وغربا ومتوسط، خطوط حمراء وصراعات وتهديدات للأمن القومي، وفي تفاصيل احنا بنراها وتفاصيل أخرى لا نراها. ناس النهاردة بتتساءل هنعمل ايه هنا، هنعمل ايه في الجنوب، هنعمل ايه في الغرب، تأمين حدودنا في أي اشتعالات دي بترتب علينا انفاق أعلى على الأمن القومي وعلى التحركات. وبالتالي ده جزء، ما هو ده أي حد بيبص للحوار الوطني أو يحص لمسيرة مصر على مدى العشر سنوات اللي فاتت يحطها في الخريطة. صحيح. احنا كنا بنشتغل على الإصلاح الاقتصادي، وبنشتغل على الطرق والكهرباء ومدن صناعية ومدن بالظبط، وفي نفس الوقت في تحدي كان الإرهاب، أنفاق لسينا. يعني ده يبقى موضوع احنا مش بننطلق من الصفر، لكن يمكن التواصل في التفاصيل، وأي حد بيطرح يبقى بس قاري ويقدر يطرح بديل أو وجهة نظر. أكيد. خلينا نتفق بأنه يعني لو بنقول 10-11 سنة الماضية أنت كنت في حالة دفاع، في حالة بنى، في إعادة تكوين مجتمع كامل على الأرض. بالزبط. أنت دلوقتي في حالة بناء إنسان. الحوار هو إنسان. بالزبط. والإنسان محتاج لحاجات. هل أقدر أقول أن الحوار الوطني، خليني مثلا أتكلم عن المحاور الاجتماعية اللي بتهم الناس، الصحة والتعليم والزيادة السكانية والهوية الوطنية والشباب وكل هذه الأشياء، هل أقدر أقول أنه هنا الحوار الوطني قد يضع توصيات تساعد بقى كل الوزارات؟ يعني مثلا أحط توصيات ألاقي مثلا وزارة التضامن ممكن تعمل بيها، أحط ألاقي مثلا الأسرة والسكان وزارة التربية والتعليم. يعني هل هيكون في جدية بالتعامل مع توصيات الحوار الوطني؟ ده اللي بيهم المواطن. يمكن كنا من شوية بنتكلم في فكرة أهمية الفصل بين الدولة كدولة والحكومة أو الوزارات، ده جزء مهم، لكن ده سؤال في غاية الأهمية، لأنه التجربة اللي فاتت احنا قلنا الرئيس هو اللي دعا للحوار الوطني، والحقيقة استجاب في لجنة العفو في التشريعات. هيبقى ده محتاج فعلا يتغير في التشريعات، بس احنا قلنا فعلا الإدارة محتاجة تتطور بالشكل اللي يناسب العاصمة الإدارية للدولة رايحة لها النهاردة. صحيح. لا يمكن يبقى نظام إداري الرئيس نفسه دائما بيوجه إلى توحيد الاستثمارات، الأرشيف وعم حسين والناس القديمة ويبقى فيه رقمنة ويبقى فيه الموظفين موجودين بس يجب تدريبهم. صح. وبعدين ممكن يبقى أعلى سلطة
واخد وبنقول توحيد الاستثمار ويجي حد صغير يعطل. دايما ده بيحصل وبنشوفه يعني حوالينا، وفي ناس بتشتكي في قضايا زي المصالحات في البناء وقرارات البناء، ده هيتحول لتشريعات ويبقى صحيح. قانون واحد بيحكم الكل. وده دايما الرئيس يوجه ليه انه عاوزين قوانين واضحه وعاوزين سرعه وانه نسهل للناس حياتهم. وحضرتك بتتكلم على تحول ده، احنا بنعيد ترتيب الدوله كلها بالظبط، كل الاوراق، احنا بنقول مرحله جديده وانه الدوله في لياقه. وانا بقول ليه الفاصل، لانه الرئيس هنا ضامن لهذا الحوار. الدوله غير الحكومه، بمعنى انه ممكن انا الحكومه او وزاره بتبطئ في شيء فانا عاوز اسرعها او بنتقد ده، هنا الدوله هي الضامن، بمعنى انه الدوله محايده تجاه الجميع. ذلك الحوار الوطني ده حوار الدوله اللي دعت له، الدولة بمعنى انه شفنا كل التيارات اللي احنا بنقول على مدى 10 او 11 سنة، كل واحد فيهم زي ما احنا بنقول اللي بيمارس السياسة ان الحوار وسيلة مش غاية، زي الديمقراطية وسيلة لإسعاد البشر وأفضل الإدارة والمحاسبة. وده في الاستراتيجيات، بالمناسبة في الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيره. طب نفعل ده ازاي؟ زي الدكتور طلعت ما بيقول صحيح. او الحقوقيين ما بيقولوا، في كمان الجزء الـ الهويه والثقافه والفن صحيح. اللي مصر وده جزء مهم قوي جدا. لا انا عايزه اتناقش معاه ده لوحده، بس اخد هذه المداخله. ايه اللي هنقول بيها احنا واحنا بنتكلم في الحوار الوطني، ويبقى عندنا الساده النواب اللي هم كمان مهمومين بالوطن وبالناس، يا ترى دورهم ايه بعد هذا الحوار اللي هيتم الاستماع فيه لكافه القضايا؟ النائب احمد الشرقاوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، عضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب. مساء الخير سياده النائب. مساء الخير يا استاذه شفكي، وتحياتي لضيفك الكريم الاستاذ اكرم وللساده المشاهدين الاعزاء. يعني انا بتصور انه يعني ايا كان البرلمان او اعضاء البرلمان، الحوار الوطني بالنسبه لكم هو انتصار. الحوار الوطني خلينا نقول هو ضروره للدوله المصريه في الوقت الراهن، بمؤسساتها بمواطنيها، حالة الحوار نفسها مطلوبة، حالة الحوار اللي دعا السيد رئيس الجمهورية. كان البعض شاف ان حالة الحوار اتأخرت، ولكن الأكيد ان الكل أجمع ان الحوار في حد ذاته مطلوب، والحوار الوطني بتفصيلاته اللي انتوا تابعتوها الشهور اللي فاتت كمان مطلوبة وضرورية، ونتمنى أن يكون من وراء حالة الحوار دي دفعة لبناء جمهورية جديدة حقيقية. أكيد نتمناها، تتمناها الناس لعشرات. طب أنا هسألك سؤال بصراحة برضو معايا أستاذ أكرم، لو حاب يسأل حضرتك أيضا سؤال. سؤالي هنا يعني أنا يعني هاخد دور المواطن شوية وهو بيسأل سيادة النائب. يعني الحوار الوطني الحقيقة أمامه العديد من المحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومحاور كلها، كلنا بنتكلم عن تشكيل الدولة بشكل عام، وهذا هو أيضا دور البرلمان. يعني البرلمان أيضا بينوب عن المواطن المصري في كافة القضايا المختلفة. هذا التوازي هل أنت شايف أنه هنا بقى فيه اهتمام كبير، وهنا أنت يسهل على مجلس النواب القضايا بالذات الأولويات اللي كان يتحدث عنها أستاذ أكرم، يعني اللي هو اختيار الأولويات ثم طرحها بشكل أكثر إلى التشريع في مجلس النواب؟ خلينا نتكلم بصراحة وبوضوح تام. أكيد أن المسار الطبيعي للتعبير عن الرأي والمناقشة حول قضايا الوطن هو محله البرلمان. تمام. الدعوة للحوار الوطني تعبر في حد ذاتها عن وجود أزمة لابد أن تحل بطريقة استثنائية وليست بالطريقة الطبيعية التي لم تؤتي بالمرجو منها في خلال سنوات عديدة، مش البرلمان ده بس، البرلمان اللي قبله كمان. احنا بنتكلم البرلمان بيقوم بدوره التشريعي والرقابي ماشي، وانا عضو من اعضاء البرلمان، لكن كمان ليا وجهة نظر غير خفية على حد، ان اكيد طالما دعينا للحوار الوطني اذا احنا والدولة المصرية والرئيس والقوى السياسية شافت ان لابد نروح لمسار استثنائي
ينجزنا وينجز الدولة في تحديد أولوياتها في الفترة اللي جاية، وأكيد كمان من بين الأولويات دي تحديد يعني أولويات العمل الوطني في الإطار السياسي وفي من خلال المحور السياسي داخل جلسات الحوار الوطني اللي بيتحدد على أساسها شكل البرلمانات اللي جاية. أكيد اللي المفروض أن يكون الطرح والاقتراحات اللي جاية كيفية تمثيل الشعب المصري داخل البرلمانات، ويمكن ده اللجنة الأولى في من لجان المحور السياسي، وقد تكون الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني التفصيلية النقاشية هتكون جلسة التمثيل النيابي. من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان مستقبلا؟ من يمثله الطريقة الانتخابية نفسها. صحيح. بتؤثر في كيفية تمثيل الشعب بتمثيل حقيقي. الولادة الطبيعية للكيانات السياسية وللكتل السياسية أو الكتل البرلمانية تحت قبة البرلمان مطلوبة، مش مطلوب. صحيح. التدخل بشكل غير طبيعي لتكوين كتل تحت قبة البرلمان في النهاية من الممكن لا تمثل الشعب التمثيل الحقيقي. أكيد. ولا يمكن أن تفرز نوابا وبرلمانات معبرة بشكل حقيقي عن مطالب الناس وعن مطالب الدولة في الدولة نفسها في تحقيق أو لتحقيق ما نرنو إليه جميعا، وهي بناء الدولة المدنية الحديثة اللي كانت أحد مطالب ثورة شعب في يناير وفي يونيو. أكيد. اللي كملوا بعض. أكيد. في النهاية الناس طلبت الدولة المدنية الحديثة اللي احنا نسعى لبنائها، ونتمنى ان يكون الحوار الوطني حجر زاوية في اساسي في أكيد. بناء هذه الدولة المدنية. اكيد نتمنى ذلك، لانه النائب في البرلمان او صوت الناس، ناقل صوت الناس، لابد ان يكون هو ايضا جدير بهذا النقل. بشكرك جدا النائب احمد الشرقاوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو لجنة شؤون دستورية والتشريعية بمجلس النواب. اشكرك شكرا جزيلا. أستاذ أكرم، حضرتك ذكرت شيء مهم جدا، الثقافة والهوية، لأنه يعني إحنا كمان في ظل الأزمات اللي موجودة في العالم بتلاقي الحروب لم تعد حتى هي حروب السلاح فقط أو حروب على من أجل الغذاء أو الاقتصاد، ولكن حتى أصبحت الحروب في التاريخ وعلى الثقافات وإني أسحب هوية ناس. فإزاي نتعامل في هذا الحوار الوطني؟ هيتكلم في إيه في هذه المحاور؟ طبعا ده نقطة مهمة كمان، لأنه إذا كان الناس بعض الناس بيروا أنه الحوار الوطني إحنا عاوزين حاجات مباشرة والأكل والشرب والحياة، ده كلام مهم طبعا، والسياسة والممارسة السياسية، بس كل ده مرتبط بمجموعة تفاصيل، لأنه الثقافة والفن والفكر والقوى الناعمة المصرية هي مش مجرد إنتاج ثقافي للتسلية، ده لبناء الأفكار وزي ما أنت قلت بناء الإنسان والتعليم. هنا الثقافة لا تنفصل عن التعليم، ومصر طول الوقت المنتج الدرامي والسينما والكتاب والثقافة، مش بس هي منتج للعقول وغيره، وكمان منتج يمكن تسويقه. صحيح. وبيؤثر في العالم، ومصر تأثيرها الإقليمي وتأثيرها عربيا وإقليميا وأفريقيا في جزء ثقافي طبعا. وزي ما انت قلت في تحولات ضخمة في العالم، في محاولات لانتزاع تواريخ والتلاعب في أحداث، احنا في أحداث قريبة جدا بيتم التلاعب فيها، فما بالنا في. صحيح. كذا، وصراع المنصات اللي موجودة اللي هي بتحاول تسرق الحضارة دي وتنسبها لحضارة تانية، زي فيلم كليوباترا مثلا. لو هنضرب مثلا ده وغيره. أيوه. وفكرة انه مصر كانت طول عمرها ممثلة في تنوع ثقافات، لكنه في النهاية بينتج الثقافة المصرية طبعا. اللي هي فيها الشمال والجنوب والصعيد وبحري والنوبة واسكندرية، كل ده بس هو في التوتال النهائي بتاعه هو الثقافة. طب أقول لحضرتك مثل وإحنا بنتكلم، يعني أنا بتصور إنه كان في ذكاء من الإنتاج والفكر المصري الخاص بالفن في إنتاج مثلا مسلسلات زي الاختيار اللي طبعاً. انت بسرعة جدا يعني لم تنتظر زي سنوات قديمة أن يمر بقى عشرات السنوات، توثيق العمليات دي كان مهم، فأنت وثقت قبل أن يأخذ توثيق هذا الحدث أحد بالزبط. ويقدمه بشكل بالزبط. مختلف ويصنعه صناعة تانية ويغير ويزيف. لا والنقطة تاريخ. اللي أثرتها اللي هو فكرة التلاعب، أنه التنظيمات الإرهابية نفسها وحلفائها
كانوا بيتلاعبوا ولحد الآن بيصوروا. يعني بمناسبة الحوار إن ليه بنقول إن الناس اللي تلوثت إيديهم بالدم هم هيجين جدا ومتضايقين جدا إن أنت بتقول اللي قاتل واللي إرهابي واللي فجر، أنت إزاي تشركه في حوار وطني وهو مش مقتنع بالدولة وهو هدفه يعني تدمير مصر؟ ده جزء مهم قوي. الرد على إنهم وما زالت منصات حتى في تحت دعم المهنية وغيره يقدموا الإرهابيين على أنهم معارضين سياسيين، صحيح، ويبثوا الفتن والكراهية، ودي على فكرة منصات ممولة ومعروفة كده طبعا. ده جزء مهم قوي، بس ده جزء من الحوار أنه الحوار أن إحنا كل إحنا ما نوسع المشاركة ونتيح المعلومة ونكسر الحواجز ونوسع المجال العام. دايما بنقول الشائعات تقتلها الحقائق والمعلومات، ودايما تمام. عندنا رقمنا لازم نطور الإدارة بالشكل اللي يتناسب مع المشروعات اللي موجودة زي العاصمة الإدارية وغيرها. العاصمة الإدارية بالرقمنة بأرشيف قومي ضخم، انفاقات ضخمة في المعلومات، وده عصر المعلومات وتجارة المعلومات وضمان المعلومات وأمنها. فإحنا بنتكلم على إنه وأجيال جديدة لازم تكون منتمية ولم تعلمها كويس، فاهمة كويس، ومشاركة بإنه يبقى الإدارة في مصر ما فيش حد يستنى 10 ايام عشان طلع ورقه. او النهارده في خدمات كتيره سواء الداخليه او البطاقه او الهويات موجوده بسهولة. والبطاقات والشهادات كمان بقى زي ما الرئيس بيقول الاستثمارات، التراخيص، ليه ترخيص يقعد 10 سنين في وجد ويدفع فلوس هنا؟ ليه الدوله ما تاخدش الرسوم بشكل واضح زي ما احنا بنعمل؟ ليه المشروع ما ياخدش يوم او يومين؟ وده صحيح. دايما الرئيس بيوجه سرعة ليه الإجراءات. هو ده المهم. فدي حاجات تخص الناس وتهمهم، المشروعات الصغيرة، الضمانات، العمل، التأمينات الاجتماعية، صح. العمالة غير المنتظمة اللي بصراحة أول فترة في تاريخ مصر يحصل اهتمام بها أيام كورونا، الرئيس وجه بمعونات، والنهاردة صندوق الطوارئ ويتطور وتأمينات العمالة. مفترض ما يبقاش في حاجة اسمها عمالة غير منتظمة بمؤمن عليه، صحيح. وما يبقاش كده يجرى له حاجة. حتى انت بقى عندك اتنين مصطلحين، العمالة المؤقتة اللي انت بقيت عارف الى حد ما هم مين وجداولهم لانك ساعدتهم وقت كورونا، وبقى عندك كمان العمالة الغير منتظمة اللي مفروض هيكون فيه صندوق عاجل لمساعدات. ودي برضو بتحط بعض الناس اللي ما كانوش موجودين انت مش عارف دول مين في الدولة، بالزبط. فبقى لهم مكان. فكرة المعلومة زي ما احنا بنقول القوائم والمعلومة والتسجيل والحقوق والواجبات والقوانين تبقى صارمة ومتطبق على الجميع وتطبق بحسب، لانه اهم حاجة في الحوار في رأيي فترة ان احنا لازم نكون نضجنا على مدى 10 سنوات ونشوف قد ايه مصر هذه الدولة بشعبها اللي هو موحد وقادر واجهت قد ايه من تحديات من 2011 للنهاردة، ازمات اقتصادية، ارهاب وحملات كراهية وتحريض حوالينا، الدنيا مشتعلة، تهديدات في الغرب والشرق والجنوب، كورونا سنتين، في ازمة اقتصادية عالمية. يعني بعض الناس يقولوا هو احنا لسه واقفين على رجلينا؟ لان هذا الشعب مقتنع تماما وموحد. بيتضايق وفي اسعار وفي تضخم، بنجد لازم نجد حلول لده، ودايما الدوله بتساند الطبقات الاضعف، معنى انه الدعم، التموين، الاجور والمعاشات بقدر الامكان ترفع اكتر من مره، مش بنقول ان ده، لكن لازم يبقى في بدائل لده، واذا انت شايف هتتفاعل مع ده وتطرح إما بديل إما إضافة إما حلول داخل الصندوق وخارجه، هو ده ميزة الحوار. الأهم إنه يبقى موجود آراء الناس كلها مطروحة. وأحياناً كمان المواطن لما بيسمع كمية الآراء، كمية الحلول، طرح الأزمة بشكل عام، بتخليه كمان مستوعب أكتر. مستوعب، ولازم الحكومة تطلع. أنا مش هترك حضرتك بما أني بتكلم مع صحفي كبير ورئيس تحرير طبعاً يعني موقع كبير اليوم السابع يعني بكل الأخبار اللي بتطل علينا، هل أقدر أقول إن الحوار الوطني يرفع مستوى الحرية والصوت؟ لأنه الحرية مسؤولة، كلنا متفقين طبع. ولكن إنه يبقى عندنا صوت، يعني في صوت أكتر، يعني أقدر أتكلم وأنا مطمئن. يعني أنا بقولها لك وأنا في تلفزيون جمهورية مصر العربية. الحوار الوطني صوته قوي أكيد، ورأيي أنه كمان يمكن زي ما احنا قلنا، أولا ضمان الرئيس والدولة من ناحية، أمر التاني اللي شفناه في الجلسة الافتتاحية وأسقه في الكلام، لكن الحقيقة هو منذ الدعوة للحوار في عدد كبير أدلى بآرائه وشخصيات كثيرة، احنا مع أنه كل حد موجود. ليه؟ لأنه طالما هو موجود داخل مصر وبيخضع للقانون والدستور اللي بيحكم الجميع، فالحوار الوطني
يعني فيبقى مش بس الحوار بيتكلم في الحوار، لا في الفضائيات، في المواقع، في المنصات، يبقى في طرح وجهة نظر. ليه؟ لأن لو طرح وجهة نظره ستكون هناك وجهة نظر. ممكن هو بعض الناس والمنصات المختلفة تراهن على إنها تجيب شائعة، تجيب أخبار مضروبة، تجيب كذا، ثم تنشر أو تقول إنه تم طاقة منع سلبية. فلان من إنه يبقى، لكن أنا هذا الشخص إذا كتب على السوشيال ميديا، طب ما أنا أجيبه يتكلم وأرد عليه في نفس المنصات. صحيح. الرأي والرأي الآخر دي مهم، وتوسيع المجال العام في الثقافة، في الفكر، في الأسف، لأن مصر طول عمرها بالظبط بيخضع الشائعات، ويتيح الفرصة للناس. طالما احنا بنخضع لقانون واحد ودستور واحد بيحكمنا، يجب أن يطبق على الجميع ويعرف حقوقه وواجباته. وبعدين في قذف وسب، في خلافات، في قضاء بيحكم ويقضي، في نقابات زي الصحفيين، في المجلس الأعلى للإعلام لو حد خرج عن القوانين أو عن المجتمع. صحيح. فده جزء مهم قوي من يعني يمكن انت اثرتي. زي ما قلنا هي الحريه مسؤوله اصلا. طب قول لي عنوان او عنوانين تتمناهم كده ان تخرج بيهم من الحوار الوطني. والله انا اتمنى انه توسيع المجال العام بشكل كبير، وحل قضايا الاداره المصريه والقانون الاداره المحليه، وبجانب طبعا الحبس الاحتياطي وغيره. لكن الحقيقه انه الاداره المحليه والإصلاح الإداري الشامل بما يتناسب، يعني دولة وجمهورية جديدة تتناسب إداريا مع الجمهورية الجديدة. أكيد. ومع العاصمة الإدارية الجديدة بالرقمنة، بالأرشيف القومي. أكيد. أكيد. بالمشروعات القومية الكبيرة. أتمنى أن احنا يكون عندنا الحقيقة جلسة أخرى بعد عدد من الجلسات الخاصة بالحوار الوطني، إن شاء الله. وتكون الحقيقة دائرة النقاش بقى فيها موضوعات يعني قيد التنفيذ هذه إن شاء الله. الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع وعضو لجنة الحوار الوطني، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. نورتنا بالتحليل وأيضا بالحوار عن الحوار الوطني. أشكركم. وفصل قصير، والفقرة التالية فقرة زي ما أستاذ أكرم قال، لابد يكون في شوية فن، لأنه الثقافة مش بس مهمة، الثقافة بتجري في عروق المصريين زيها زي الفن. هنكمل بعد قليل، ابقوا معنا.